مشيت عشان كنت بتكلم عن حقوق الزمايل وعن حقوق في الأرباح، ولما بدأنا نتواصل وقفوا النقابة، رغم النقابة يعني شرعية لغاية وقتنا هذا، بس تفعيلها اتوقفت، ومجموعة النقابة تهددت بالفصل، وفلوس كانت بتدفع شهرية للنقابة اتمنعت، والإدارة مارست معانا كل الأعمال العنف والغير العنف، إنها في سبيل إنها إن إحنا ما نتحركش ونقعد ساكتين. فأنا بعد كده ما سكتش، حطينا على قانون سند على استقالة، يعني تيجي على قانون سند على استقالة وتقول 1000 جنيه وتقول لهم سند على استقالة، فجت وقتنا هذا 14 أرباح. يعني ساعدت ناس وفاء وناس يعني مهمة في الدولة في مصر، وبنساعد ربنا قبل أي شيء. قدرت أحصل على ورق نجيب موانئ دبي بالنسبة لمصر وبالنسبة للزمالك وبالنسبة لحنا في الأرباح. فضل علينا مبالغ جامدة جدا في الأرباح. المستندات دي يا فندم هيتم الحقها بالقضيه؟ نعم، المستندات دي هيتم الحقها بالقضيه المرفوعه على هي ملحقه بالقضيه بالفعل. تمام، هي المستندات جايه عن طريق قضاء، مش جايه عن طريق، جايه عن طريق قضاء. تمام، جبتها من مصر عن طريق قضاء، تدين مصر تدين دبي حاجات كتيره جدا. تمام، واكله فوق ال 2 مليار عن مصر، واكله حقوق زمايلنا، واكله حقوقنا في الارباع، واكله حاجات كتيره على الدوله. فانا عامل مؤتمر يوم الاثنين، اقدم لزمايلي هديه ان حقهم يرجعوا، وفي نفس الوقت بقدم للدوله هديه، بقدم لها مينا مصنفه عالميه، من حقنا ان احنا ناخدها، ومن حقنا انها تبقى مصريه، والكتاب كله بتاعها يرجع لمصر. تمام، في اي تواصل من المينا حاولت تتكلم في حضرتك اداره هيئه مينا دبي؟ كان في تهديدات، وفي فلوس اتعرضت علينا، فلوس عرضيه اتعرضت عليك فلوس؟ تقريبا كام المبلغ يا فندم، ومين اللي عرضه؟ 2 مليون مقابل الزيادة. 2 مليون مقابل الزيادة. الأستاذ إبراهيم الأحمدي ذات نفسه. ده شغال إيه في المينا يا فندم؟ ده مدير المينا. مدير المينا. مصر دبي في مصر. تمام. وقعدت معاهم مرتين مش مرة. وقعدت وحاجة اتهددت بأكل عيشي، وخسرت فوق 46,000 جنيه. بعلم 1200 موظف. وبعلم المينا كلها. منعت من الدخول منطقة جنوبية، منطقة جنوبية، عمل لي سكنس. واتمنعت من دخول البوابه الخارجيه اللي هي تابعه لهيئه مواني البحر الاحمر. يعني مش من حقي ان اعني بيها. لجأت للقضاء يا فندم في موضوع منعك من الدخول ده، او لجأت للشرطه؟ لجأت للشرطه. الشرطه بتاعت المينا عندها علم كل اللي حصل معايا. اول ما عمل صاحب يعني قال لي يعني خليك بعيد عشان ما تعملش حاجه اكثر من كده. تمام. وعملت محضر في الواقع. برضه رفع قضيه دي. وعامل مؤتمر عشان الدنيا كلها تعرف حقيقة مواني دبي. شكرا جدا يا فندم.